أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقف في تتمة للدرس الماضي والذي تكلمنا فيه عن الأخلاق، أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. ربي دارنا القدوة يا ناس. إلا راكم تقولوا إحنا نحب محمد صلى الله عليه وسلم، لازم نتبع محمد صلى الله عليه وسلم. معليش تقول اني نتبع محمد ونقرا القران، هاك تقرا في القران وماكش تطبق وش جا في القران. وكم من قارئ للقران والقران يلعنه. النبي صلى الله عليه وسلم وش قال له ربي في القران؟ وانك لعلى خلق عظيم، وانك لعلى خلق عظيم. الاخلاق الاخلاق يا امه الاخلاق. والله هالشعب ما يخصنا لا جاه ولا سلطان ولا جمال، ما يخصنا ولو، يخصنا الاخلاق، خصنا التربية أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. إذا القوم راحت لهم الأخلاق روح انذب عليهم وابكي عليهم. خلاص للشعوب اللي راحت لها أخلاقها ما تتطور، ما تسق، ما تعمر بلادها. وإذا أقيم القوم يديروا لهم، يسقموا لهم ويخدموا لهم، يديروا لهم موقف الحافلات تاع الزجاج، تنوض الصباح تلقاه مكسر. هذه قلة، هذه سوء الأخلاق وسوء تربية أحبة رسول الله. هذا بعد عن دين الله. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. سبحان الله، أقربكم مني ها في الجامع، الجامع واحد ما الاخر يقيس الاخر يقول له يا اخي ما يخطيني، والناس تتهاوش على البلايص في الجامع. أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخصنا الاخلاق. احنا وقعنا موقع هنا في موقف في المسجد يستحي الانسان يذكره، حرام يا أحبة رسول الله. ونحن في رمضان، شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر التوبة، شهر القرب إلى الله عز وجل، شهر الإيثار، شهر الإعانة، شهر الأوبة والتوبة والقرب من الله. إلا أن أمة محمد مازال ما تعرفش دينها حقا. يعمرون المساجد بالأجسام لا بالقلوب. تشفاو جاو المكفوفين هنايا، درنا لهم مكان هنا صح ولا لا؟ كاين 30 مكفوفة امرأة جات راحت، بعثنا 30 مكفوفة، بعثناهم جهة النساء اللي يدعيوا النساء أنا نصلي ونعمروا الجوامع ونجيو بكري، دارين الشياخة والسوق، سوق في الجامع. ماذا ستقولون لله يوم القيامة؟ هذوك المكفوفات بعثناهم مساكن، جاوا ضياف، مكفوفات، ضياف ربي، ضياف الله، ما يشوفوش، مكفوفين هاكو شفتوهم. جاوا الذكور درنا لهم هنا صلوا، والمكفوفات تصوروا باللي ما خلوهمش يصلوا، ما خلوهمش اماكن. مكفوف، امراه مكفوفه تحاول فيهم باش تخلي لهم مكان، ما خلاش مكان. وان جي والجمع لا لا، صلي يصلي في دارك افضل، والله الصلاه في بيتك يا اماه ويا اختاه افضل لك من الصلاه في المسجد، افضل شرعا. روح الى من رحم ربك، تشوف امهاتنا يجوا بكري يبدوا يشيخوا على وش طيبت وش دارت وش كلات وش شربت، سوق قايم، سوق. يقول لك احنا نحب ربي ويحب النبي. مش هذه اخلاق حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكلام في المسجد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. اين اداب المسجد واخلاق المسجد وتهاوش على قرعه ماء؟ هذه الاخلاق. نقول لكم على انسان وقعت له حادثة مع رسول الله وهو كفيف، فغضب الله في عليائه وأرسل جبريل يعاتب سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله فيه قرآنا يتلى إلى يوم الدين. هاد المكفوفات اللي حقرتوهم وما خليتوهمش، روحوا حوشوا عليهم واطلبوا منهم السماح في الدنيا قبل الآخرة. مكفوف، المكفوف وعد ربي بالجنة. إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر فليس له جزاء عندي إلا الجنة. جاب لكم ربي هدية، ضياف، هدية الله، ناس من أهل الجنة، أولياء الله وأحباء الله، ابتلاهم الله في عينيهم. امرأة خلي لي بلاصة، حقروهم ويدعي وجايين بكري الجامع، ويدعي وشادين الصفوف، ويدعي وشادين المصاحف. إذا رام كيدا بالصلاة مقيمها فتاركها عمدا إلى الله أقرب. هكذا تارك الصلاة خير منك أنت. جاء عبد الله بن أم مكتوم كفيف ما يشوفش. اسمعوا، لأننا نحضروا المساجد ما نسمعوش واش يقول ربي والنبي، قاعدين نشوفوا في السوايع ونشوفوا في الفراش ونشوفوا شكون اللي جاء وشكون اللي راح وش طيبت. قلوبنا معلقة بالدنيا. والإمام يقول هذا، اسكت يا وليدي خلينا، ويقول الإمام هذا اسكت، يبقى ينبح الإمام، اسكت 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 حتى تقوم القيامة، وما استفدنا والو، وراحت أخلاقنا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العفو والعافية، أهنا نحن من رسول الله ومن أخلاق رسول الله. ذهب الحياء بخيري الدنيا والآخرة. الحياء والحشمة هذه راك ديت الدنيا والآخرة الأجر مع بعض. سبحان الله، أين ذلك؟ أين السكينة في المساجد؟
أين السكينة في المساجد؟ ما دام ندخل الجامع وندخل معنا القوبلي تاع القهوة والقوبلي تاع الزعتر والقوبلي تاع مش عارف واش البيت الله عز وجل. أما تستحيون من الله؟ نتحداك تقدر تدخل القوبلي للقضاء العدالة؟ والله البروكيرور يقول مهبطوه درك ما نشوفوه 7 سنين سجن. ابن آدم أجعلتني أهون الناظرين إليك؟ هم غاوة اليوم واحد يقيس واحد نوضي تهاوش ويعيطه في المحكمة في القاعة تاع العدالة. تقدر تعيط؟ تقدرش تعيط؟ النقال تاعك تغلقه تسكت يدير لك بلاك يقول لك ممنوع الكلام تسكت. ابن آدم أما عرفت نفسك؟ فات عليك رمضان وزوج وثلاثة وربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية، عايش 30 و40 و50 و60 سنة، أما غير فيك ولو رمضان واحد حياتك؟ أما غير فيك أخلاقك؟ أما غير فيك شيء رمضان؟ أنت خاب وخاسر، خاب وخسر من أدرك رمضان ولم تغفر ذنوبه. أنا داخل الحانوت اليوم نقضي، والله مول الحانوت يسب في ربي قسما عظما في رمضان، والله مول الحانوت يسب في ربي ويسب في الشعب، هو ورزقه عند ربي ثم عند الشعب. هذا أين الحياء يا أمة الحياء؟ بح المنادي والآذان تشتكي صمما. اسمعنا ماش نكلحوا في ربي، دقات قلب المرء قائلة له أنا مروحين. إلى لكم فرحانين بالدنيا واحد ما بقى في الدنيا، ولو بقي أحد لأحد لبقي محمد صلى الله عليه وسلم لأمته. واحد يقول لي طالب جاك تعيط بزاف وتقلق بزاف، الرسالة ما توصلش هكذا، كيسبوا ربي كاش ما بقات كلمة؟ كاش ما بقى حاجة تزيد تتكلم فيها؟ كاش ما تقات بهدوء يوم أن يسب الرب سبحانه وتعالى؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. فات عليك رمضان ما غيرك، زوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، هاك عايز 60 و70 سنة، أما غير فيك رمضان شيء؟ صاحبنا داخل يضحك خارج يضحك، عطيها الزلابية والقلب اللوز والقيل والقال، وهذا فلان جاء وهذا راح حتى نجي ملك الموت مسكين يقول له ها يا صاحبي دارك الوقت. وجاءت سكرة الموت بالحق، ناس راي ساهية، ناس راي لاهية، ناس راي غافلة. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. يا جماعة الأمر جد وهو غير مزاحي، فاعمل لنفسك صالحا يا صاحي، كيف البقاء مع اختلاف طبائع وكرور ليل دائم وصباح. فاقضوا مآربكم عجالا، إنما أعماركم سفر من الأسفار، وتراكضوا خيل الشباب وبال أن تسترد فإنهن عواري. الدهر يومان ذا أمن وذا خطر، والعيش عيشان ذا صفو وذا كدر. أما ترى البحر يعلو فوقه جيف ويستقر بأقصى قاعه الضرر، وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمر. أرواح لك تقول لي طول في الدرس، هو الله يسب وش درت؟ هو الرسول يهان وش درت؟ هم النساء كاسيات عاريات في رمضان وش درت؟ غاضك غير الإمام طول في الدرس فقط؟ ها وربي يسبوا فيه الماء، ها راح تغيرت؟ ها راح تغيرت؟ الله أنا نقول لك في حنوت اليوم والحنوت يسب في ربي. يا ربي سامحنا، اللهم لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا. لازم الأمة تبكي ليل ونهار على هذا الأمر العظيم الجلال، هذا أمر جلال يا أمة محمد. لازم الناس ما ترقدش وسبوا ربي، الله عز وجل سبوا الذات الإلهية. المفروض مش نطول في الدرس ونبقى نبكي وهنا في الجامع حتى نطلع النهار، حتى نتوب الرب يشوف ربي يتوب علينا ولا ما يتوبش علينا. واحد يشوف الساعة نتاعو، واحد جايب القبلي الفوق طول الإمام، واحد كذا، واحد إمام عنده رسالة ليؤديها، رسالة جبل لي أحبة رسول الله. المفروض ما نعياوش من بيت ربي، هذه بيت ربي، هذه أفضل البقاع على وجه الأرض، هنا الخيرات، هنا الكرامات، هنا الرحمات. يا سيدي يقعد مع روحك يقول 60 سنة في عمري، 60 رمضان فات عليا، ما قدر يبدل والو رمضان فيا؟ هذا هو الغرور. تملك الناس الهوى والغرور، وفتنة الغيد وسكن القصور، ولو تزال الحجب بانت لهم زخارف الدنيا وعقب الأمور. سيدنا النساء هذو اللي حقروا المكفوفات نقول لهم اسمعوا الصلاة مع سيدنا عبد الله بن أم مكتوم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن أم مكتوم يطرح عليه سؤال والله يحتاج في حاجة. عبد الله بن أم مكتوم كان كفيف ما يشوفش، والرسول وش كان يدير؟ كان مع المشركين، كان مع أبو جهل وكفر وكذا، يقنع فيهم بالإسلام، يتناقشوا في أمر عظيم بلك يجيبهم الرسول للإسلام. في هذه اللحظات جاء عبد الله بن أم مكتوم الكفيف يحدث رسول الله، وكان رسول الله يعني دار عليه، ما استقبلوش النبي صلى الله عليه وسلم، ما التش به النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب الله على هذا الكفيف، هذا غضب ربي، ونزل جبريل بقرآن يتلى إلى يوم الدين: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. درنا عملية جمع تبرعات يا جماعة، الله يجزيكم شر. أسمعوا يا اللي زعقش المكفوفات، ربي من فوق السماوات غضب لأجل كفيف. احنا بعثناكم 30 كفيفة وصعقتوهم وحقرتوهم، هيا وين رايحين تلقاهم؟ درك روحوا اطلبوا منهم السماح او خرجوا بالدموع. والكلام للرجال وللنساء، لمزي اخوك المؤمن قاعد في بلاصه ولا وقف في بلاصه تنوض عيط في المسجد وتدير فوضى، وعلى جا القرعه ماء، وعلى جا الكده ولك، خليه يديه البلاصه، معليش البلاصه عند ربي في الجنه الحقيقيه. احبه رسول الله، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فنزل قران يتلى يعاتب رسول الله. يعاتب من؟ يعاتب رسول الله. ربي غضب على الكفيف، والنبي مش نيته يحقر الكفيف ابدا، حاشا رسول الله ان يحقر واحد، ولكن هذا كاين امر عظيم تاع امه، كان يخاطب ابا جهل والجماعه تاع كفره قبش يجيبهم، وكان الرسول قال لهم بعد يا وكان بعد ساعود لك انت ابن الاسلام والمسلمين، خليني في هذا الامر العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد ذلك يحوس عليه، ولما يجي عبد الله بن ام مكتوم ما حقدش عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قالوش راك انت رحت غضبان وعلى بسبتك انت غضب علي يا ربي ونزل جبريل، ابدا. شوفوا القلوب الصافيه النقيه الطاهره ما تحملش الحقد. وكي يتلاقاه وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن ام مكتوم؟ كي يتلاقاه يرحب به وينحلوا القشع ويفرشهم له، يقول له اقعد. وش يقول له؟ يضحك الرسول. كي يتلاقى عبد الله بن ام مكتوم ولا يضحك؟ يقول له مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. مرحبا مرحبا، انت اللي من اجلك عاتبني ربي، مرحب به. احنا اليوم الفوضى والهرج والعياط والمحاكم والعياطات في الشوارع والماس ومش عارف وش هي، رجعنا للجاهليه الاولى. سبحان الله، اين نحن من اخلاقنا؟ اين نحن من قراننا؟ والناس في التراويح وتبكي وكذا لما يصابوا بامر والله ابتلاء، يولي يسب في ربي ويولي يشتم، وانا وندير ويا نخرج البرة. هذه اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبا لنا من امه ان كانت هذه اخلاق رسول الله. امه ربها نور وكتابها نور ونبيها نور، ولكنها تعيش في الظلمات. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره وشد قسوه. يا ناس او الذكر باللي رانا في الدنيا ضياف، رانا باساجي رايحين فايتين برك، رانا عابري سبيل. النبي يقول مالي وللدنيا، انما مثل الدنيا كمثل رجل استظل بظل ساعه ثم راح وتركها. واحد شد لك النقال في الجامع قاعد يلعب، يستنى وقتاش تقوم الصلاه هو يلعب، واحد مش عارف يلعب مع صاحبه، واحد قريب كل نص كل نغفلوا شويه تلقى الطابله تاع الدمين في الجامع، مادام دخل القهوه والزعتر ودخل له جماعه شايخ، واش بقى احبه رسول الله؟ هذه بيوت الله، هنا مفروض التربيه، هنا القدوه، هنا الاخلاق. ندخل 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 اني ضيف عند ربي سبحانه وتعالى، ضيف عند الله، اتادب، ندير الطيب، الرائحه الطيبه، اذكر الله عز وجل. ما نسمعش انا الماكله والشراب والبيع، اللي يحوس على الماكله والشراب والبيع يقعد في المقاهي، يقعد في الاسواق. هذه بيوت الله، قال الله: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. اجمعك كيفاش راح نقابلوا ربي يوم القيامه؟ ها هو السؤال. كون يعود لك ليا والله ليك، هذا اخر رمضان، هذا اخر رمضان، وش بقى فيه؟ بقات 15 يوم، انا داخلين في الليله 16. الى اللقاء يا ابن ادم، يقول لك: ما من يوم ينشق فجره الا ويناديك يا ابن ادم انا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فاني لا اعود الى يوم القيامه. ربي يحسن من اخلاقنا ان شاء الله يا رب العالمين. هي كلمه الحق توجع وتجرح وتكره فيك كثير من الناس، كلمه الحق يا جماعه هذه توجع.
لان لازم ما تقولوش ما تدخلش قبلي القال وما تقولوش ما تدخلش بتقاشه تاعك يريحو وما تقولوش كذا وما تقولوش خليه يدير رايو. بصح كي تقول له كلمه حقي ولا يكرهك. معليش اكرهني بصح ان شاء الله يحبنا ربي. فيا ليتك تحلو الحياه مريره ويا ليتك ترضى والانام غضاب ويا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. ان شاء الله نتلاقاو يوم القيامه احبه رسول الله وكل كلمه قلناها لوجه الله ستكون شاهده لي ولكم وعلي وعليكم باذن الله عز وجل. ان شاء الله في الخير يا احبه رسول الله. يا جماعه رانا في وقت صعيب راك ممكن ما تلقاش اللي ينصحك. هاي تجي امهات يقول لك انصح لي ابني وضاع، وحده انصح لي بنتي راهي ضاعت. يا جماعه كي تلقوا موعظه استغلوها. يا ناس كاين ناس محرومين من المواعظ يا احبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كاين ناس ما عندهمش جوامع، كاين ناس ما يتلموش، كاين ناس ما عندهمش امام، كاين ناس ما عندهمش اللمبه كيما عندك انت، كاين ناس عايشين في الظلمات. استغلوا. من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر أحبة رسول الله. يا جماعة كتحط راسك على الوسادة قول بالك غدوة ما نضش. شكون منا اللي ضامن روحه باش ينوض غدوة؟ شكون منا درك يقول الإمام الله أكبر راح يصلي ركعة معنا ولا ركعتين؟ شكون منا ضامن روحه؟ حتى واحد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ألا هل بلغت اللهم فاشهد. رانا نبلغ الأمة باش تفطن، الأمة باش ترجع لدينها. الأمة تهام خاوتنا في غزة أحبة رسول الناس يتحاربوا حامدين ربي سبحانه وتعالى. الناس يأكلوا في الخبيز، الناس جيعانين، طيارة من الفوق والبحر الدنيا تضرب، ومع ذلك الحمد لله وناس قاعدة تصلي في التراويح، واحد فيهم ما يتحرك وما يقول طول والطيارة فوق. حنا واحد يشوف في البورتابل، واحد يشوف في الساعة، واحد وصاحبه وفي الصلاة حنا كون طولوا ركعتين، يبدو النقالات كل يصونوا، أو صاحبه صلى في الجامعة الأخرى، أزربك وطولتوا في الجامعة هذا. هذا قرآن يتلى يا جماعة. أو مش لعبة وقرآن، مش مباراة في كرة القدم، هذا قرآن يتلى. أو الإمام كي يوقف هنا يتلو القرآن، راهو شيء عظيم، راهو تركيز، ربي قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي التراويح مش لعبة، راهي قيام ليل، أي أمانة. اي امانه. هذا الامام اللي راهو يقرا في التراويح راهو يشوف المصحف قدامه راهو يركز، ما ياكل ما يشرب مليح لا والو باش يؤدي القران صحيح. ربي يقول للنبي، ربي يقول للنبي لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. اعرفوا قيمه كلام الله، كلام الله. ربي قال للنبي انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القران قول ثقيل أو جبل فوق الظهر يا أحبة رسول الله. نسأل الله العفو والعافية. ألا هل بلغت اللهم فاشهد يا رب العالمين. الدعاء لدوار زوينة المتواجدة في المستشفى بالشفاء العاجل. نعود للأسهم، ما تنسوناش في الأسهم تاع التبرعات التوسعة. عندنا اليوم سهم غريب شوية. أم تبرعت لبرج القرآن الكريم بمبلغ من المال. هذا المبلغ من المال تاع إنسان خاص جمعه طفل صغير من شهادة الابتدائي. هذا طفل نجح في شهادة الابتدائي، جو يباركوا له أعمامه وأخواله وعماته وعطوه مبلغ. طيب لما عطوه هذا المبلغ يا أحبة رسول الله بقي محتفظ به طفل، طفل صغير خرج يلعب البرة الهزة هذيك البية هذيك الصغيرة طيشها في فمه وخنقت خنقات وهنا مات. هذا الطفل اسمه أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم رفوه في إسحاق وقلت لكم عليه. هذا مات مسكين بهذه الحبه نتاع اللعب هذه، وامه راهي جابت هذا السهم صدقه جاريه عليه. هذا جماعه رفوه في اسحاق تصدق بالسوارد نتاعو نتاع المباركه نتاع السيزيام نتاعو. هذه ربي يرحمه ويوسع عليه وربي يصبر ماليه ان شاء الله يا رب العالمين، وربي يجعله من اهل الجنه. فكيف بنا لا نتصدق ولا نتعاون يا احبه رسول الله؟ ما تنسوناش الاسهم، يا ربي يجازيكم ان شاء الله، الله يعطيكم الخير اجمع. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. واستغفروا الله ان الله غفور رحيم.